اليوم الميثاق ديال التعاون اللي وقعوا السيد رئيس جماعه العرائس مع 6 جمعيات اللي استفدت من الدعم ديال الاتحاد الاوروبي في اطار برنامج مشاركه مواطنه، هو تعبير على انخراط ديال جماعه العرائس الدائم في اولا برامج التعاون الدولي، ثانيا في دعم منظومه اجتماعيه تماشيه مع المنطوق ديال الدستور ومع القوانين المنظمه لميثاق الجماعات. اعتقد هذه خطوه اولى في المغرب لجماعه ترابيه تعبر اولا على استعدادها، ثانيا تنخرط في واحد الديناميه لهذه الجمعيات من المنتظر باش يحدثوها داخل تراب مدينه العرائش. هو اتفاق يرمي الدعم الكلي لجميع اشكال الدعم اللي تقدر توفر جماعه العرائش لهذه البرامج، وتحاول تشتغل على الاستدامه ديالها باش المواطنين والمواطنات تكون الاستفاده ديالهم اكثر، وهذه البرامج تقدر تحقق نجاحات وتقدر تحقق المؤشرات اللي كتطلبها التعاون الدولي. شكرا. شكرا سي مشيش.